سمعتي عن الاوتوبيسات اللي فيها انترنت وواي فاي؟ سمعنا عنها يعني سمعناها على الفيس، كان خدوها طرفه كده وقعدنا نضحك وخلاص، بس انا بصراحه ما جبتهاش يعني، نفسي موت اركبها بسرعه. طب عارفه هي التيكت بتاعتها كام؟ ايه؟ التيكت بتاعتها كام؟ التذكره مش عارفه التذكره برضه كام يعني، بس على ما اظن يعني اللي هيركبها مش هينزل اكيد هيروح ياخد الخط وبعدين يرجع تاني. طب ليه شايفه ليه ان هو هيفضل قاعد؟ ليه؟ لان هو اولا ال الموبايل بتاعه ممكن مثلا يكون ما يكونش فيه رصيد مكفي، فده فرصه ان هو يقعد على النت، ففكره جميله جدا. اوكي يعني لو اتعملت في كل الباصات او كل لا لا انا مش مع ان الناس تعمل. انا بالمناسبه انا ضد الفكره اصلا. يعني انا حابه الجو كده، لكن انا ضد الفكره عقليا وعلميا، لان انت مش معقول الناس هتقف في الاوتوبيس ولا هتروح ولا هتطلع الواي فاي. في ناس تعبانه بالمناسبه، تمام، يعني انت جيب اوتوبيسات زياده بدل ما تعمل شبكه واي فاي، وفر شبكه مواصلات افضل بدل ما تعمل واي فاي. وبعدين بالمناسبه الواي فاي ده للطبقه يعني اللي معاه موبايل حديث، طبقه سريه. تمام. الطبقه السريه هتركب تاكسي مش هتركب اوتوبيس. يعني شايفه ان هو مش عقلي قوي، مش عملي، ترف وقت ان احنا الاساسيات فيه معدومه. ايه رايك في الاوتوبيسات الجديده اللي فيها الواي فاي والانترنت اللي سمعت عنها ولا لسه؟ انا لغايه دلوقتي انا قريت عنها خبر ان في اوتوبيسات نازله فيها انترنت وده هيساعد يعني في حضاره، يعني تمام. ده يبقى التكنولوجيا موجوده في الشارع ودي حاجه كويسه، الناس هتعرف الكلام ده. طب انت بتاخد في طريقك بتركبه ولا انت ممكن تروح تركبه مخصوص عشان الموضوع ده بالذات؟ لا انا الطبيعي لو في الاوتوبيس ده موجود هركب الاوتوبيس مفيش مشكله، لكن الطبيعي ان انا اي مواصله انا هلحق شغل. يعني انت مش هتروح يعني عشان تجرب حتى الموضوع ده؟ من باب التجربه ممكن، لكن اساس ان انا استنى الاوتوبيس صعب. طب عارف هو كام التيكت بتاعه؟ لا مش عارف، بس انا سمعت ب5 جنيه التذكره. مظبوط. طب انت شايف ان الحاجه دي كويسه؟ كويسه طبعا، يعني وهتساعد الناس ان هي تعرف يعني تبقى ثقافه مختلفه غير اللي احنا فيه ده. تمام. طب ايه رايك في الناس اللي بتقول هو احنا مش لاقيين ناكل عشان يشغلوا لنا واي فاي كمان في الانترنت في الاوتوبيسات؟ الطبيعي ان مستويات البلد بتختلف من ناس فقراء المتوسطين لاعلى والاعلى الاعلى، ودي ما فيهاش مشكله في اللي هيركبه وفي اللي مش هيركبه، لكن تمام. اكيد اللي عنده عربيه اكيد هيركب الاوتوبيس. الناس كلها تتمنى ان هي الواي فاي موجوده. في ناس بتقول لك احنا مش لاقيين ناكل، يروح يعملوا لنا واي فاي في وانترنت في الاوتوبيسات. بس جيل الشباب كله دلوقتي محتاجها يعني. جيل الشباب كله لازم، الجماعه العواجيز او الجيل مش همهم الحاجات دي، مش انترستنج بالنسبه لهم، لان انا شايفه الشباب كله يهتم بالتكنولوجيا اكتر من الاكل.